في كتير أشخاص عندهم فضول بالنسبة للعلاج النفسي، بنفس الوقت بخافوا منه، ما بدهم حدا يقول عنهم أنه هن بهم شيء، ما بدهم حدا يعرف عن هالموضوع. العلاج النفسي شغلة أنا بنظري ضرورية، لأنه هي ممكن تحمل مفاتيح لتحسننا حياتنا بدرجات كتير عالية، تعمل فرق. يعني مجرد كم جلسة مع الثيرابيست ممكن تعلمنا مهارات نستعملها بجوازنا وتنقض هالجواز. communication skills, skills how to manage stress. هاي الأشياء ممكن نتعلمها من كتب، ولكن الكتب بتكون general، مكتوبة لملايين من الأشخاص. بس المعالج النفسي هو اللي بيقدر يعمل assessment ويشوف أنت بحاجة لشو. من هون أنا بالنسبة لي العلاج النفسي منه غير upgrade لهيدا. نحن بنعمل upgrade للجزدان وللتليفون وللسيارة، بس أهم شيء عنا إياه هو بنعمل upgrade. فإذا الاستشارة النفسية منا شغلة لازم نخاف منها، للمشاكل الجدية جدا مثل الطلاق وغيره وغيره، كمان المشاكل اللي هي منا كتير جدية قبل ما تصير جدية خلينا نعالجها. يعني احنا انا عندي بالكلينيك كتير في عندي اشخاص بيوصلوا اخر شيء، يعني بيوصل مسيو ومرته مدام يعني على اخر شيء بعد سنين من الخناق. نحن ما يعني ما فينا نحل هيك مشكلة like this، بس هنا لما اذا من اول ما بلش يختبروا هيك شيء مشاكل بين بعضهم، ما قدرانين يتوصلوا على حلول، ما قدرانين يفهموا مع بعضهم او يتفاهموا، اجوا لعندي كنت سهلت هالشيء وما كانوا مرقوا بسنين من مشاكل مع بعضهم واخر شيء صاروا بعاد. فاذا العلاج او الاستشاره النفسيه ممكن تكون كثير مفيده، اعتبروها ابجريد، ما تخافوا منها. في كثير اشياء فينا نتعلمها منهم، مثلا انه كثير كابلز بشوفهم عندهم مشكله انه بعد فتره من الجواز بيلاقوا انه حياتهم كثير روتينيه وما بقى فيها الباشن اللي كان بالاول. اوكي، هون انا بقول كثير مهم انه نرجع نحن تو اجنايت هاي الباشن عن قصد. يعني ديت نايت شغلة أساسية كل عائلة لازم يكون عندهم إياها، يعني لازم يكون عندهم نهار بالأسبوع أو نهار كل أسبوعين بس الأم والبي يظهروا مع بعضهم، يتغزلوا بعض، يعيشوا هيدا الجو لحتى يذكروا نفسهم. أوكي نحن بنعرف أنه we are committed لهيدا البارتنر ونحن مع بعض، ولكن هاي الريتشول أنه هو حجز المطعم، أنه هني ظهروا يتعشوا، بيرجع بيريح وبيفتح مجال للمشاعر ترجع to ignite. اوكي، هاي كتير بنصح فيها. شغلة اكيد كمان كتير مهمة انه نعرف كيف نساعد بعض بوقت الستريس. نحنا بوقت هلا عايشين بزمن كل وقت في ضغوطات، الطريقة اللي انت بترتاحي فيها اللي هو على الاغلب انه انت تحكي عن مشاكلك، منا هي نفس الطريقة اللي هو بيرتاح فيها. فاذا في اشياء لها علاقة بالرجال، اشياء لها علاقة بالنساء، لازم انه الاشخاص يتعلموها خلال الجلسة لحتى يعرفوا كيف يريحوا بعض. لانه كتير امرار اذا هي معصبة وهو معصب بيصير في مشكلة كتير كبير، لا هي بتقدر تعبر عن مشاعرها لانه هو ما قبلين يسمعها، ولا هو بيقدر يوصل لها المسج اللي هو بده يوصل لها اياها لانه هي بتعتبره انه هي doesn't care. فهو المشاكل بشوفهم كتير وهول قصص بتنحل، وإن شاء الله بتخلي دايماً العيال تضلها مع بعضها.